للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، بارك الله بك. تقدم من خلال قناتكم بالتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكل العراقيين والأمة الإسلامية والعربية، وأتمنى أن يعود علينا هذا العيد الآخر وقد رفع الله الغمة وفك أسر المأسورين من كل أبناء الأمة العربية والإسلامية في العالم. اللهم آمين وكل عام وأنت بألف خير. بداية، اليوم اعترفت القوات الحكومية بعثورها على 31 جثة لأشخاص قتلوا رميا بالرصاص بعد تعذيبهم. بماذا تفسرون تكرار العثور على جثث مشوهة ويظهر عليها أثار التعذيب؟ يا سيدي، يعني هنا الكارثة. كيف نستطيع أن نسمي تلك القوة قوة حكومية وقد عثرت على هذه الجثث بعد أن تم تشويههم وقتلهم وتعذيبهم؟ لو كانت تلك القوة قوة حكومية حقيقية منتمية للعراق لمنعت حدوث هذه الجريمة أساسا في العراق. نحن لسنا بحاجة إلى حكومة تنقب عن بقايا جثث وأشلاء ناس معذبين ومغدورين. نحن نريد حكومة في العراق تضع حد لهذه الجريمة، لسلسلة هذه الجرائم. فالمشكلة هي أنه الحكومة جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. طيب، إذا كانت القوات الحكومية تعترف بعثورها على الجثث، فمن إذن من اعتقلهم ومن عذبهم ثم قام بقتلهم؟ هذا الأمر تسأل عليه ما تسمى بالقوات الحكومية، لأن هذه القوات الحكومية هي شريكة في كل تلك الجرائم. ولو كانت لديها ذرة من الانتماء والحرص من انتماء للعراق أو حرص على دماء وأرواح العراقيين لبحثت عن مصير المغيبين قسرا من عشرات بل مئات الآلاف الآخرين. وهذه ما تسمى بالقوات الحكومية تعلم جيدا أن هناك مدارس وحقول دواجن ومستودعات ومعامل متروكة في تلك المنطقة. الآن يوجد فيها معتقلين وهم عرضة للتعذيب والقتل. طيب، ونلقى بهم في على قارعة الطريق. هناك من يرى أن الاعتقال في العراق يتم على الهوية، وهو ما تؤكده هوية الجثث في أغلب الأحيان. إلى ماذا تصفون أو بماذا تصفون هذا القتل، وإلى ما ترجع أسبابه؟ منذ العام 2003 حتى اليوم عمليات القتل والتغييب القسري والاختطاف والاعتقال وحملات الدهم والاعتقال كلها تتم على أساس طائفي المستهدف فيها مكون معين، وهو مكون السنة العرب من يعني في بغداد ومحيط بغداد وكل المناطق. أنا فقط يعني لدي تعقيب مهم على ما ذكرته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، التي رفعت اليوم العدد إلى 15,000 مغيب قسرا بعد أن كانوا 7,000 قبل حوالي 3 أسابيع. وهذا التصريح طبعا أثار انتقادات الكثير من المنظمات والنشطاء ضد هذا. يعني هل هذا معقول؟ هذا التلاعب بمشاعر ودماء وأرواح العراقيين؟ يعني قبل أسبوعين يصرحون بأنه عدد المختفين قسرا 7,000 وتم إيجاد 600 منهم، اليوم يرتفع العدد إلى 15,000 أو 16,000. هذا الكلام يعني هذه لجنة البرلمان في حقوق الإنسان لو كانت حريصة على العراقيين حقيقة لو توجهت إلى الأمم المتحدة وطلبت منهم تعيين مقرر خاص، وبإمكان الأمم المتحدة تستجيب فورا لهم إذا طلبوا ذلك، لأن الأمم المتحدة في هذا المجال يعني تريد الطلب من دولة. وبما أنهم يدعون ادعاء بأنه يمثلون دولة أو يمثلون برلمان، بإمكان الأمم المتحدة لتعين مقرر خاص، والمقرر الخاص لديه وسائل فنية وسائل طبية وسائل تحديد الـ DNA وغيرها.
نعم، بخصوص موضوع يعني الجرائم القتل والتشويه والتي تحصل بين الفينة والأخرى، الميليشيات ألا تعتبر جزء من الحكومة بعد أن اعترفت بها الحكومة واعترف بها البرلمان بحسب قانون شرع من قبل النواب؟ بأوامر من إذن تأتمر هذه الميليشيات والقوات الحكومية لا تعرف من هؤلاء وكيف سجنوا وكيف اعتقلوا؟ يا سيدي الكريم، نحن حين نتحدث عن جرائم القتل والتشويه التي تحدث بين الحين، هي لم تحدث بين الحين والأخرى، هي تحدث في كل يوم في العراق، لكن عملية اكتشاف جثث تحدث بين فينا وأخرى. أما ما يخص الميليشيات فهي الميليشيات الدولة، وهي دولة ميليشيات في العراق. أعطني وزير أو أعطني مسؤول في الحكومة العراقية لا ينتمي لأحد الميليشيات أو عضو فيها أو أحيانا قيادي لها. فهذا هو الخلط الموجود. المغيبين قسرا في العراق أصبحت حالة كارثية. المغيبين قسرا، يعني المغيب قسرا في العراق لا ميت فيرثى ولا حي فيرجع. هنا هيك عن الانعكاسات المؤلمة والكارثية اللي تنعكس على أصدقائه وأحبائه وزوجته وأطفاله وأبنائه وأخوانه. هل تعلم أنه يوجد في العراق أكثر من 300 إلى 400 ألف حالة معلقة الآن؟ الناس لا تعرف، يعني لا تعرف ماذا تفعل. هذه مسألة مواريث، مسألة طلاق، مسألة زواج، مسألة يعني لا لا مسألة كارثية. والأرقام اللي تذكر من اللجان والمسميات لا تمثل 1% من حقيقة الأرقام اللي حدثت من 2003 حتى الآن. طيب، بما أن هذه الميليشيات تتبع الحكومة، ألا تعد الانتهاكات التي تقوم بها جزء من أفعال الحكومة وفق نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؟ يا سيدي، الحكومة لا تخجل من هذا الأمر ولا تستحي من هذا الأمر. الحكومة كل من يوجد، كل المسميات في الحكومة هم أعضاء في الميليشيات، بل أن ارتكابهم جرائم في الميليشيات كثيرا ما تسبب في توليهم مناصب بالحكومة حتى تكون غطاء لهم وشرعية لهم. يعني الخطأ أننا في حديثنا نفصل بين الحكومة والميليشيات. العراق ميليشيات الدولة ودولة الميليشيات. أستاذ علي، يعني دائرة صحة محافظة بابل رفضت تسلم جثامين الأشخاص الذين عثر عليهم على قارعة الطريق. لماذا ترفض الحكومة تسلم جثامين أشخاص وجدوا مقتولين على قارعة أحد طرق ذلك البلد، في حين أن واجبها أن تبحث عن اسمه وهويته وتسليم جثمانه إلى أهله؟ يا سيدي، هذه المسميات دائرة الصحة والحكومة وغيرها، هذه كلها مسميات منتمية للميليشيات. يعني أنت الآن إذا ذهبت إلى محافظة بابل، دائرة صحة محافظة بابل تسيطر عليها فلان ميليشيا، هذه الميليشيا مشتركة في جريمة قتل هؤلاء، وليس من مصلحتها أن تحدد هويتهم وتستلمهم وتتحمل مسؤولية. يعني إذا استلمتهم في اليوم الثاني سوف يذهب عشرات الآلاف من أهالي المفقودين يبحثون ويتحققون من تلك الجثث. ولذلك تتحاشى هذا الأمر، لأنه الجريمة بحق هؤلاء حدثت من ميليشيا أكيد تابعة لتلك المسمى هذا. نعم، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الألمانية برلين. شكرا جزيلا لك.